حاليا تقوم بعمل قد يكون هو الاول من نوعه في نقابه المحامين، وهو انها تقوم الان بعمل انتخابات داخليه في لجنه الشؤون السياسيه، وذلك بعد حل مجلس نقابه المحامين ولتجديد الدماء في لجنه الشؤون السياسيه. تقام الانتخابات الان على مقاعد شاغره مثل مقرين محافظات واقسام داخليه داخل اللجنه، منهم على سبيل المثال رئيس الحصر، قسم المرأة، وقسم التضامن الاجتماعي، وقسم التكافل الاجتماعي، وقسم المشروعات، وقسم الرحلات، وأقسام كثيرة وعديدة داخل لجنة الشؤون السياسية، وذلك بتطبيق تجربة ديمقراطية حقيقية قد تعلم نقابة المحامين أن هناك 6000 عضو محامي استطاعوا أن يقوموا على قلب رجل واحد بعمل اجتماعات، بعمل انتخابات داخلية داخل لجنة الشؤون السياسية. هذه الانتخابات ستقام في مطلع السنة القضائية القادمة في شهر 9، وسوف تقام داخل نقابة المحامين، وسوف يعود عليها 6000 عضو من أعضاء لجنة الشؤون السياسية. يعتبر النهارده أول اجتماع يعني بعد استلام المستشار؟ لا، هذا ثالث اجتماع لعمل لائحة داخلية لإجراء الانتخابات في لجنة الشؤون السياسية. يعني بعد استلام المستشار النقابة، هل حدث تغيير يعني في أداء العمل اللجنة؟ لا، لم تتغير تماما. والمستشار ما جاش ناحيتنا خالص ولا اتكلم معانا، واحنا ما زلنا مصرين ان هذه اللجنه ليس لها علاقه بمجلس النقابه وليس لها سلطان سوى اعضاء الجمعيه العموميه للجنه الشؤون السياسيه. استاذ احمد عايز يقول ايه؟